في كثير من الحكايات حقائق. بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. أو أكاذيب ربما لم تكتشف بعد. ندقق النظر في الأوراق، نكشف عن ملفات التحقيقات، ونتقصى عن تسجيلات لم تخرج إلى النور. حوالي 2000 من الإخوان المسلمين في النظام الخاص. نسافر إلى كل بقاع العالم، نلاحق شهادات من كانوا في قلب الأحداث. And he thought that the Egyptians were right. Taba was actually part of Egypt. Nasser was a clever operator. He was playing the Soviet Union off against the United States. نعيد مشاهدة الماضي من زوايا مختلفة لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. هي مصر جنة في عيوني، عايزينها تبقى جنة وحلوة في عيون الناس كلها. من عوالم السياسة إلى ملاعب الرياضة، ومن خشبات المسرح إلى قاعات السينما، دوما هناك حكاية مثيرة لم توثق بعد، وقصص آن لها أن تحكى. الوثائقية، القصة كاملة. الأحد 19 فبراير، الساعة 8 مساء. انتظرونا.